صباح على حضراتكم مرة تانية، وخليني أخذ حضراتكم ونعرف ونتابع متوسط أسعار صرف العملات الرسمية. هنبتدي مع حضراتكم بالدولار الأمريكي، سجل سعر البيع 19 جنيه و17 قرش، وسعر الشراء 19 جنيه و9 قروش. اليورو بيع 19 جنيه و56 قرش، والشراء 19 جنيه و47 قرش. الجنيه الاسترليني بيع 23 جنيه و24 قرش، أما سعر الشراء ف 23 جنيه و13 قرش. الفرنك السويسري سعر البيع 20 جنيه و4 قروش، سعر الشراء 19 جنيه و95 قرش. اليوان الصيني سعر البيع 2 جنيه و83 قرش، وسعر الشراء 2 جنيه و82 قرش. الريال السعودي سعر البيع 5 جنيه و10 قروش، سعر الشراء ب 5 جنيه و8 قروش. الدينار الكويتي سعر البيع 62 جنيه و54 قرش، أما الشراء 62 و26 قرش. الدرهم الإماراتي سعر البيع 5 جنيه و22 قرش، سعر الشراء 5 جنيه و19 قرش. أما أسعار الذهب النهاردة في عيار 18، سعر السوق ب 900 جنيه و17 قرش، و 917 جنيه عفوا. عيار 21 سجل 1070 جنيه، عيار 24 سجل 1223 جنيه، أما سعر الجنيه الذهب النهاردة ف 8560 جنيه. نروح مع حضراتكم ل يعني جوله كده سريعه عن احوال الجو النهارده. النهارده الجو هيكون حار رطب على القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه، وفي ارتفاع ده مستمر معانا من كام يوم في نسبه الرطوبه بالنهار، وده طبعا بيزود احساس يعني الاحساس بالجو يعني انه احر شويه من الدرجات المعلنه او المتوقعه بدرجتين لاربع درجات. كمان هيكون في النهارده شبوره مائيه الصبح على الطرق المؤديه من والى القاهره الكبرى والوجه البحري والسواحل الشماليه ومدن القناه ووسط سيناء، مع وجود لفرص امطار خفيفه ممكن توصل لامطار رعديه احيانا على منطقه حلايب وشلاتين. درجه الحراره في القاهره النهارده هتسجلت 35، واعلى درجه حراره هتكون في اسوان سجلت 43، واقل درجه حراره موجوده في مطروح هتكون 30 درجه. هنتابع مع حضراتكم كل تفاصيل الطقس لكن بعد شويه.